السلام البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم ها الكيكة، غادي نصايب الكيكة. عندي زلفة ديال الطحين، غيكون ديال الحلويات. عندي الكيس ديال السكر سميتة، كيس ديال الزيت، كيس ديال الحليب، وحتى ضنون ديال النكهة ديال البنان، أربعة ديال البيضات، وجوج خمارات، واحدة ديال الشوكولات، واحدة ديال الفاني. هذه هما المكونات البنات. هانتوما معايا، شوفوا الطريقة كتجي زوينة البنات. الكيكة ديالي البنات خلطتها كيف ما كتشوفوا، ودابا غادي نفرقها على جوج، وحده ندير ليها شاشيه ديال الشوكولات، وهذه كده غنزيد ليها ديك الطحين اللي باقا ليا في الزلافه. هانتوما معايا، thank you.
هو البنات كيف ما كتشوفوا العجينه ديال الكيكه هذا كنزيد ليه هذيك الطحين اللي تشاط ليا في السلافه. غنبقى نزيدها شويه بشويه حتى ندير هذيك كامل. العجينه ديال الكيكه البنات ما يجيش قاصح ما يجيش جريع عاوتاني، حيت الا جا العجينه ديال الكيكه قاصحه غادي تقاصح لكم الكيكه، الا جا رطب بزاف غادي تنفخ لكم الكيكه في الاول، الا خرجتيها من الفران غادي تفش غادي تطيح الكيكه ما غاديش تبقى لك كيف ما خرجتيها من الفران. المهم العجينه ديالها ما يكونش جري ما يكونش قاصح، هيا بلاتي حتى تشوفوا في الاخر كيفاش غادي يخرج. ها هو البنات هيا هاتي كملت الزلافه ديال الطحين صافي. دابا غادي نحرك هذه حتى يتخلط مزيان. كتجي رطبه يا البنات وهشيش وزوين. هاهي العجينه ديالها كيولي بحال هكاك يا البنات. هادو كلي يلاه بادين البنات اللي يلاه بادين ما كيعرفش كيفاش العجينه ديال الكيكه. ها هو يا البنات هو ديال الشوكولات، ها هو هذيك اللي زدت ليها الطحين اللي باقى ليا. غيكون بحال بحال حيت حتى البنات الا كان ثقيل لكم هذيك ديال الشوكولات هذيك خفيف ما غاديش تجي لكم مقاده. هيا البنات المول دهنتها شويه ديال الزبده ودرت ليها شويه ديال الطحين. ودابا ندير كيف ما كتشوفوا معلقه ديال الشوكولات ديك اللي مدير الشوكولات صافي. غادي نستمر بحال هكاك حتى نصايبها كامله البنات هانتوما معايا.
الكيكه ديالي. دابا غادي ندخلها للفران، غادي نخليها 35 دقيقه. ها انتما معايا، هي الطريقة ديال الكيكة يا البنات. خليتها بالفران 35 دقيقة وهي طيبة وطالعة بزاف زوينة، ودرت لي شوية ديال الكونفيتور وزوقتها بالكوب. هيا كتشوفوا كل شيء طالعة زوينة بزاف البنات، وهشي شرطبة من الداخل. تبعوا الطريقة من الأول حتى الآخر باش نشحليكم أي حاجة يا البنات. هيا كتشوفوا كل شيء البنات، ما كاينش شي اكثر من هكاك. صغرت تبعوا اي حاجه من الاول حتى الاخر باش نجح لكم. الا عجبتكم كتبوا لي في التعليقات شي لايك يا البنات، شي شارك في القناه. كنتمنى يعجبكم. السلام عليكم. Thank you.